السلام عليكم. في أول نهائي له بمشواره في السعودية وتحت عمر 38 سنة، ويكون نجم المباراة وتوج كأفضل لاعب وهداف في بطولة كاس ملك سلمان للأندية العربية، ويسجل هدفين في نهائي ويحصل فريقه على بطولة كاس ملك للأندية العربية. نعم، إنه كريستيانو رونالدو مستمر في تحطيم الأرقام في عالم المستديرة، ونادي النصر أظن أصبح أقوى نادي من حيث جودة اللاعبين، وما راح يفرض بأي لقب بهذا الموسم بوجود كريستيانو رونالدو وماني. ونشوفه فرحة رونالدو عند التسجيل وبعد الفوز وعند التتويج، والله يستاهل هالفرحة ورفع الكاس. واعطونا أراكم على مستوى كريستيانو، هل سيستمر في تكسير الأرقام؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، واشوفكم بفيديو جديد، وخلي نشاهد فرحة كريستيانو رونالدو وزملاء. I tell you!